ايوه في خير. نقبر اليوم في مدينة تيجنيت رجلا لا كالرجال، رجلا عظيما في شخصه، في أخلاقه ومبادئه وقيمه وتجربته في الحياة وتربيته للأولاد وجهاده في خدمة الصالح العام. إنه الرجل الكبير المعروف الأستاذ سيدي الحاج عبد الله الأرجو. هذا الأستاذ خلق لخدمة العلم وطلب العلم وحفظ القرآن ومحبة أهل العلم وأهل القرآن وأهل الله، فكان نشأ في أحضان أسرة متدينة ربانية صوفية في بلدته بقبيلة أيت بريم، وتلقى تعليمه في مجموعة من المدارس العتيقة بإقليم تيجنيت، ثم التحق بالمعهد الإسلامي بتردانت في بداية الاستقلال، ثم بعد ذلك عين معلما في هذه المنطقة، فقضى حياته في هذا الدرب وفي هذا المسلك، مسلك التربية والتعليم وتقديم القدوة لأبناء هذه الأمة. ولما أنهى مشواره العملي وأحيل على التقاعد، كان منزله من حسن حظه بجانب مسجد السنة بتيجنيت، فكان حمامة هذا المسجد، فكان ملازما لهذا المسجد في مختلف الصلوات الخمس، فهو دائما في الصف الأول في كل الصلوات، وفي قراءة الحزب الراتب، وفي تتبع ومحاضرة ومتابعة وحضور دروس الكراسي العلمية التي تلقى هناك. فالرجل محبوب لدى الناس، محبوب لدى الجميع، فقد رزق والحمد لله أولادا طيبين ذكورا وإناثا، صهر على تعليمهم وحرص على تربيتهم، فكانوا كلهم أطورا كبيرة في الدولة، كلهم أطباء بنين وبنات. فالرجل الذي ترك أطورا مثل هؤلاء لم يموت، فقد ترك خلفه وراءه، ترك أبناء وبنين يقومون بخدمة الأمة في مجال الطب، بنين وبنات في صفوف الرجال والنساء. تقبل الله عمله وتقبل ضيافته وأحسن إليه وبارك في أبنائه وخلفائه من بعده، والسلام عليكم ورحمة الله. القائم القائم الذي يقوم الليل، الذي يصوم الأيام كل يوم وكل ليلة، فقد يدرك المتخلق بالأخلاق فاضلة درجة هذا الصوت.